أهلا أهلا وسهلا ومرحبا. ألو ألو، السلام عليكم. السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. ها جواد، قول لنا شحال دوزتي ديال الوقت. قول لهم أخويا راه تقريبا 15 يوم. لا 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 لا، ديما على الأخر، الأخرانية آخر مرة فاش الناس ديال قول لهم عاد غنكمل معاك، حنا ما غير ما تقطعش الخط. ولكن بغيت نعرف جواد باش ناكد لكم ان جواد راه قصح من راسه، راه ما كاينش، ولكن ماشي مشكل حيت حنا الراديو الراديو وفي التليفون تليفون. دابا هنا برنامج الحقيقه هذا. قولي غير ديك النهار فاش قطعوهما شحال داز عليها جواد؟ دابا تقريبا شي 5 ايام ولا 6 ايام. الله يرحم لك الوالد. يعني ماذا اشنو كتستنتج انت يا خويا جواد؟ اش كتستنتج؟ استفدت منهم الشيء الاثير، سمعنا اصوات جداد وحنا طالبين اصوات جداد، وانا غير تنستنى بزاف بزاف والبرنامج عزيز علينا وبالخصوص شدويا. ايوا مرحبا بك اخويا جواد، واخا باقي كنطلبك يا ربي شي نهار. حنا باقي كنطلبوك، ماشي انا، كلشي ولا كيطلبك انا، حتى الدراري. يا ربي حنا عارفين تتوحشنا، يا ربي دوز واحد الشهير عاد نسمع صوتك ثاني من جديد ونفرح ونقول لك جواد غبرتي. بغيت نوصل لهاد القضيه وني نقول لك غبرتي، حيت باقي ما غنقولهاش لك حيت باقي ما غبرتيش. صفت حلم او دريم على 55 55. ماشي مشكل، لا قول جواد دير شي تحيه بالزربه سير. لا خليوها الشباب، خليوها دوز لي حمزه المراكشي الله يخليه. لا حمزه خرج، مشى حمزه طنجاوي ماشي مراكش. هذا اللي مشى مشى حبيبي. الله عليك يا خير، الله يبارك عليك، كي داير مزيان الحمد لله. كي داير السي جواد اخويا؟ تنشكر بزاف. الله يحفظك، ان شاء الله يكبر بيك. مرحبا بك. عزيز عليا والله، تحياتي ليك. كلشي كتبان عندنا السي جواد بزاف، وشي واقيلا يكعى عليك حبيب. انا قول الام عزاد واخا شي. مرحبا 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 السي جواد، شكرا لك. شكرا نفتخر، انا نفتخر بي. شكرا لك بزاف ابا جواد، الله يحفظك. نفتخر بي. حنا حتى انا كنقول لفاسة من هذا المنبر تحيه لفاسة فين ما كانوا وخليكم عزاز. الو الو هلو، السلام عليكم. اهلا وسهلا، كيداير اخويا؟ بخير الحمد لله. متخمه اخويا مع راساتك؟ الحمد لله. طفوا داك الراديو، طفوا داك الراديو عافاكم الاخوان، طفوا الراديو الله يخليكم. طفي الراديو، طفيتونا الراديو. واه تبارك الله عليك خويا. منين خويا؟ من جهه الشرق هذا. انا من بولمام جامعه المرس. تبارك الله تبارك الله خويا، مرحبا بك السي جماعه المرس. اسم كريم. حسنين عيشة. ما سمعتكش مزيان. حسن عيشة. مو مال حسن، اسم اسم اسمك الشخصي ديالك هو الحسن. ايوا سي حسن عيشة. وكدوي معايا سي حسن بحال واش كتشري شرب شي برات تاتاي ولا حاط حداك شي دلاحه ولا شي حاجه بحال هكاك؟ لا لا، كان برادة بنعناع الاجل. ما داكشي اللي بان لي بنت ليا. بنت ليا عرفتي، كدوي معايا ثقيل وحاكم الوقت، انت حاكم الوقت. ايوا راك عارف بنادم باش كيرتاح على راسه. يا سلام، الله يحفظك ليا، الله يحفظك السي الحسن. ونهار كبير هذا. جماعة شنو؟ جماعة المرس ياك؟ اي اصغر الشنوا. فين جات المعلم هذه؟ فين جات؟ راه والله ما عرفناك انت فين كاين. ودوز دوز على صفرو ودوز على كيكو وطلع لبولمان وقبل ما توصل مزار مرموشه. مرموشه؟ اي قبل ما توصل مزار مرموشه كتلحق جماعة المرس اصغر. ايوا سيدي، تحيه ليك انت وجماعة المرس. اش كتقولنا اليوم حتى نخرج واحد الاشهار دابا؟ قول لي الزين ديالي شي تحيه ولا شنو جابك عندنا اليوم؟ تفضل تفضل. اي بغينا نشكركم على البرنامج، وكان ديال التحيه لجميع الاخوان كما كانوا في جميع المناطق ديال المغرب وخارج المغرب. مرحبا بك خويا. واحد الاخ في الدار البيضاء والاخر في فرقتي خوتك انت كله في بلاصه. كل واحد في بلاصه. وسي محمد هو بوفكران ولاد عمي السلا. وسير وسير على سير وسير اسيدي حتى القوا ما يدا. السلام عليكم. وعليكم السلام. اهلا وسهلا. لاباس؟ الله بنتي دي اختي بحال فيك النعاس. لا لاباس عليك اخويا هاني. انا مزيان انا مزيان. شكون معايا؟ معايا كريمة. كريمة راني كان حماق عليك. كريمة فين؟ اش مدينة هادي كريمة؟ أجمل ساكت عيطلك.
ودابا بحال انا معيط نمره انت نمره خصني نعرفك ما عرف ما عقلتش عليك وكيف عيطتك شحال هذه وما عقلتش عليك كريمه قوليش من مدينه لا 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 عاودي عافاك عافا اختي امزميز علي قلت امزميز ولا قلت لا راه قالت لك امزميز وانت بقيتي كتقول لها لا عاودي عاودي لا ما قالتش امزميز في الاول قالت مني سولتي المره الاولى مني لا المدينه سمعتي انت المنطقه من النواحي ولا سمعتي امزميز ملي سمعت امزميز والله هذه وانت من امزميز اختي وقولي لنا علاش ما كتغودي دابا علاش ما كتهضروا كتهضروا معايا طافين علاش علاش اختي ساكته قولي غير علاش ساكته اخويا انا كنهضر معاك عادي الحال مخطره كنهضر معاك وكتقطعي ليا كتقطع ليا شكون اللي كيقطع عليك يا ناري انت قطع عليها قطع لا قطع عليها صافي نقطعوا دابا وفين عقل ريما اللي سنت مازيرت كريمه اختي مزيان ملي مزيان ملي شحال ديالك عيطتي لينا وفرحتي معنا يعني انت دائما انت ديالنا انت معنا من ليكيب ديالنا دابا انت هذاك الشيء كنطلب جواد وبعض الناس نقول معافاكم مابقاوش تبانوا بزاف باش نتوحشوكم دابا انت شوف جيتي وجبتي بالجنوب معاك وحنا ولينا في الشلحه ولينا في الموسيقى الشلحاويه وانت تبارك الله عليك بينا فيك وحده اللي فرحانه ملي كتتصل على واحد المده باش كتبقى بلاصتها زوينه كريم معاك شي حتمه في الدار دابا ياك شكون اللي حداك كسمع تخرشيش سلمي عليها بزاف شحال في عمر اختك وشحال في عمرك انتيا جوجه مجوجة قلت لك شحال عمرها انت مجوجة بحال قلت غادي يجي نخطب فيها انا كضحك دابا يخرج راجلها ويبقى عليكم بالمسمن تما بلادي ما كاينه البطبوط كريمة وي خويا كريمة كريمة اش عندك من عام كريمة سطيتيني نعم اخويا كيفاش نعم اخويا نعاود معاك من الزيرو لا بلاك دوب بلاك بمقيد شوفي بمقيد جري بلاستيكات بحال هكا جيني نيشان قول لي واش كتبغيني واش حال عندك من عام انا عندي 25 مسكينه اختك مزوجه اختها سي جواد السلام عليكم جواد السلام عليكم شا اذا تحيه لمدينه الرباط مدينه الرباط الشكلاط حياه ختم جوجه ختم جوجه دوماج كانت القرعه فرماج تحيه يلا ارنا السلام عليكم الو هلو رحمه الله اهلا وسهلا اهلا وسهلا ومرحبا ومرحبا شكون معانا؟ معاك مجيد من الصويرة مجيد من الصويرة تبارك الله على الناس ديال الصويرة تبارك الله على الناس ديال الصويرة لاباس عليك كلشي بخير هاني الله يحفظك ويطول لي عمرك كيدير السي مجيد انت؟ واش كلشي بخير؟ وحنا غاديين حبيبي احنا غاديين حبيبي الله ييسر امرك غاديين دافعين ديك الكراريسه تزيد وميسر الامور كنسمع حداك واش مالي الدار واش الوليدات ولا شكون؟ كاينه معايا مدام كاينه معايا الوالده كاين وليداتي كاملين الله يسلمك عافاك خويا الله يرحم لك الوالدين لما سلم لي عليهم كاملين اسمعتي كاملين كيسولوا فيك انا قول لهم قول الوالده والمدام يصلوا على النبي قول لهم صلوا على النبي دابا بغيت نسمع من بعيد قول لهم سمعوا من بعيد لا دوك سمح دابا سمعتي الحاجة صلي على النبي العزيز نعم اخويا سلم لي على مزيان وقول لك ولدك حبيب دعي معاه ودعاو معانا والله سيدي لا كيدعاو معاك قال لك والله الا منشط لينا الاذاعه الله يحفظك ليا العزيز الغالي قول لها قال لك راه ولدك انا الله يحفظك ويخليك ديك الضحيكه وخليك ديما 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 عرفتي شكون عيلك كنت قلت لك اودي ربي ما دعا لي مع عيان راه مريض صغير هي قالتها لينا الله يشافيها يا ربي قلت لك الله يلا معك بالله الله يحفظك ليا وتهلا في راسك وانت يا ربي جيب لها الشفاء وشافي جميع امه محمد اللي مريض يا ربي تكون معاه صحه لكم انا الصويره راكم دائما معنا على الخط